بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غنصايب معكم واحد المملحات بليزيبيناخ أو السبانخ، راه كيجيو زوينين ولداد وصحيين لفقر الدم. بسم الله على بركة الله. دابا غندوز المقادير. دابا عندي هنا في العجينة القبطة ديال ليزيبيناخ، وعندي الدقيق، كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، وعندي هنا شويه ديال السنيده. توابل عندي هنا البزار، الملحه، وشويه ديال الزعتر، راه كيعطي واحد المذاق زوين. وعندي ربعه البيضات. وفي الحشوه عندي هنا فلفله خضراء وفلفله حمراء، بصله صغيره، وشويه ديال الكفته، والثومه غبرة. وعندي هنا في التوابل خرقوم والبزار والملحه والفلفله حمراء. بسم الله. غنقطع هاد الوريقات. بسم الله. غنحيد ليه غير هاد الوريقات، ما غاديش ندير السيقان ديالو. راه كيجيو زوينين وصحيين، وكننصح بهم مالين فقر الدم، راه زوين، وثمن ديالو راه رخيص. القبيطه كدير 3 دراهم ونص ولا 4 دراهم الا كان غالي كاع. غير جربوه، راه كيجي زوين. نديروه في العصير، ونديروه مع البيض، ونديروه بحال البقوله. دابا غنجيب واحد الكاس باش غندير هاد الوريقات باش نطحنهم. بسم الله. كندير هاد الوريقات ونزيد عليهم الحليب. تقدروا ديروا غير نص كاس الماء. بسم الله. دابا غنطحنهم. ها هو من بعد ما طحنتو كي تيجي. دابا غنجيب واحد الإناء فاش غندير هاد البيض. بسم الله. بسم الله. كندير ربعة البيضات بحرارة المطبخ. راه كتجي زوينة ولذيذة وصحية. وغنزيد هاد المعلقة ديال السنيدة ونطرب هاد البيض. دابا كنزيد هاد التوابل، الملح والبزار والزعتر، راه كيعطيها واحد النسمه زوينه. وعندي هنا 4 د المعالق ديال الزيت. وغنخلطهم. بسم الله. دابا غنزيد عليهم هاد لي زيبيناخ لي طحنت. ودابا غنحرك ونخلطهم مزيان، هاد البيض ولي زيبيناخ والحليب. دابا غنزيد الدقيق. غنزيد 4 د المعالق ديال الدقيق ولا 5. ها 4، غنشوف واش باقي خاص. غنخلط
العجينه راه كتجي خفيفه. بحال ديال لا جينواز. نزيد مازال واحد معلقه مع عمراش، تقريبا خمسة د المعالق على حسب، الا كان البيض كبير. وكاين الدقيق اللي كيشرب، كاين اللي ما كيشربش. صافي، القوام ديال العجينه راه كتجي سائله. دابا غنجيب واحد اللاطه فاش غنديرها. بسم الله، اللاطه دهنتها ودرت فيها هاد ورق الزبده ودهنته حتى هو من الفوق باش ما تلصقش لينا. بسم الله، كنخويها هنا الوسط، راه كتجي سائله بحال لا جينواز. ونقادها بحال هكا. وغندخلها الفران. الفران راه سخنته من قبل من الفوق ولتحت، غنطفي الفوق ونخلي غير لتحت تطيب ليا، راه ما كتاخذش الوقت بزاف. بسم الله، دابا غندخلها الفران وملي غطيب غنرجع معكم. دابا غنصايب الحشوه، غندير شويه ديال الزيت المقله. بسم الله، غير شويه، تقريبا جوج معالق ديال الزيت. وغنقطع البصله، غنقطع البصله رقيقه، نطيبها هي والكفته بوحدهم والعطريه. عاد غنشحر ديك الفلفله بوحدها، راه كتجي زوينه. غندير هاد الكفته وندير عليها العطريه، نزيد شويه ديال الثومه غبره وغنبدا تشحر. ها هي من بعد ما طاب كي تجي، راه كتجي رقيقه. بسم الله، دابا غنصايب الحشوه ديالها. ها هي ديك الكفته والفلفله اللي شحرتهم في شويه ديال الزيت. بسم الله، غندير هاد الفرماج نحلهم. غندير غير جوج وغنزيد هاد ياغورت طبيعي بدون سكر. بسم الله، تقدروا ديروا الكريمه سائله. بسم الله، نمعس هاد الفرماجات بالفرشيط حتى يتخلطوا ليا مع هاد ياغورت او الزبادي. غنزيد الربيع شويه وغنزيد الحامض، العصير ديال الحامض شويه، ثومه غبره، تقدروا ديروا داك الجبن ديال الدهن حتى هو راه كيجي زوين. ها هي من بعد ما خلطتها، دابا غنقادها بحال هكا، نحيد ليها هاد الجنيبات. دابا كنزيد هاد دانون والفرماج فوق منها،
ونسرحهم مزيان فوق منها بحال هكا. بسم الله. من بعد ما دهنت هذا باب بديك الكريمه غنزيد عليها هاد الكفته بحال هكا، نوزعها كاع على الوجه ديالها وغنشد هاد الفلفله غنديرها هنا في الراس بحال هكا وكنستفها الفلفله خضراء وحمراء. الى عندكم الصفراء والبرتقاليه تقدروا تزيدوها. ودابا كنلويها بحال هكا هالمملحات اللي صايبت بلي زيبيناخ. الا كانوا الدراري ما كياكلوش لي زيبيناخ درتو بحال هكا راه غياكلوهم، تقدروا ديروهم بالباربا حتى هي راه كيجيو زوينين ولذاذ وصحيين. والدراري اللي فيهم فقر الدم نصايبوا ليهم الشهيوات بحال هكا راه غياكلوهم. وكنتمنى يعجبكم ان شاء الله، وديروا لي جيم وتشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وبالصحه والراحه.